كل البنات بقى اللي بتستخدم اليوريتي بانسينول كريم جل لتطيب بشرتهم زي حالاتي نفسهم بقى غسول للبشره يكون حلو وفعال يكون سعره فعلا اقتصادي وعلى قد ايديهم زي اليوريتي بانسينول كده بالظبط. تعالوا بقى نقول لكم على الغسول الاقتصادي اللي نزل جديد فعلا في الصيدليات من شركه يوريتي اللي عملت لنا اليوريتي بانسينول المرطب. كتير قوي بنسمع فيديوهات بتقول لك انا هقول لك على غسول اقتصادي وعلى قد ايديكي وفي الاخر تلاقي الغسول ده معدي ال 200 جنيه اصلا. الغسول الحلو الفعال اللي فعلا يتقال عليه اقتصادي هو اللي سعره ما يعديش ال 100 جنيه. ما بالك بقى قلت لك ان في غسول سعره 39 جنيه بس وفعال وحلو جدا وتركيبته خرافيه وتستاهل تعدي ال 300 جنيه كمان، وهو بقى غسول يوريتشي شركه يوريتشي اللي عامله لنا اليوريتشي بانتينول المرطب، وده احدث لاين الشركه منزلاه. والحقيقه انه اول ما نزل في الصيدليات انا جبته وجربته عشان كل البنات اللي بتستخدم اليوريتشي بانتينول كمرطب لازم تروح تجيب الغسول الخطير ده وتجربه. هما منزلين الحجم الصغير 50 ملي ب 39 جنيه ومنزلين كمان الحجم الكبير الضخم ده ال 150 ملي ب 88 جنيه وبس. عاملين واحد للبشره الدهنيه والمختلطه وعاملين غسول كمان للبشره الجافه والعاديه. غسول يوريتشي بتاع البشره الدهنيه والمختلطه بيضبط بشرتك كويس جدا، خلصك من الرؤوس السوداء وينشف الحبوب اللي عندك، وكل ده ب 39 جنيه وبس.